FM. الكلمة ليك. علاش التشكيك؟ يأسفني لأنه تمشيه خاطئ من أنا يقول لك هذيك النتائج لا 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 هو. مش نتائج، هذا أناليز بوليتيك راهو اللي يعمل فيه معناها سيدو الأناليز بوليتيك موجهة. سامحني أنت كي تجي الواحد تقول له في الأربعة هذوما شكون تكره أكثر توجه سونداج سامحني فيها حتى تشويه، فيها حتى معناها أتانت ودروا ليماج، فهمتني؟ تجي في صفحة أولى متاع في وقت اللي في سونداج آخر تلقاه اللي حاطه هو ملوطة في الصفحة الأولى وكل هو مرتب الرابعة، ولا معناها ثم إشكال في الـ في الـ في الـ وقلت أنا ربطته بعدم تنظيم المهنة هذه. راهو مش معقول مهنة فاعلة في الحياة السياسية مش منظمة قانونية، تجيش في بلاد المحامين ما همش مثلا مش قانوني أطرهم. اي مهنه هما مهنه حره من اخطر المهام، لازم تعمل فيها ديزاين كومباتيبيليتي، ما تنجمش تعمل سونداج وميم طون تاخذ مرشيات مع رجل سياسي ومع احزاب ومع كذا. ما تنجمش تعمل سونداج وانت في البلاتوات كل يوم وعندك مواقف في قناه معينه، بلوس في قناه معينه. نشوفوا اليوم في الاحزاب، نشوفوا اليوم في علاقات صداقات وعداوات، دونك هذا تلويث للحياه السياسيه، تلويث خطير. يعني السونداج في رأيك أصبح تلويث لحياة سيسي؟ أصبح تلويث وخطير. لازم الطبقة السياسية اليوم تتوحد باش توجد قانون لتنظيمه، وثم هيئة تعديلية. راهو أنت لي دوني اللي خدمت بهم شنوما كيفاش خذيت العينات هذوما الكل يتسبوا في الهيئة التعديلية في أنا شفت القوانين في أوروبا وكل راهو قانون دقيق. احنا فصل وحيد في المجلة الانتخابية ما تعملش صبر الآراء هما يحطوا قبل 3 موا كابا فان الكلمة ليك.